وسعت إليه هو اتفاق ملزم يتضمن وسيلة للتأمين ضد الآثار الضارة لهذا السد الإثيوبي على أمن مصر المائي. وقد سعينا لتحقيق ذلك من خلال وضع آلية تستطيع الدول الثلاث بموجبها التعاون سويا لتحمل مسؤولية التبعات التي قد تسبب فترة الجفاف في المستقبل. وللأسف فلا تزال إثيوبيا مصممة على رفض أي اتفاق يمكن أن يوفر وسيلة مجدية لحماية مصالح دول المصب. ومن هذا المنطلق السيد الرئيس، فإنه ليس من قبيل المبالغة أو التهويل أن أؤكد أن سد إثيوبيا يمثل تهديدا وجوديا حقيقيا لمصر. فدراساتنا العلمية تؤكد أن هذا السد العملاق قد يتسبب في أضرار لا تعد ولا تحصى بالنسبة لمصر. كل جهد ممكن بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مجلس الأمن لاستباق هذه الاحتمالية ومنع تحول السد الإثيوبي إلى تهديد وجودي لمصر، يتطلب ذلك قيام المجلس بمطالبة الأطراف وبشكل لا لبس فيه للعمل على الوصول إلى اتفاق منصف وفي إطار زمني محدد، وتشجيعها على العمل الصادق ودون معاربة لتحقيق هذا الهدف المنشود. وإذا لم تتحقق هذه الغاية، وإذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر، فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتضيات البقاء. وها نحن نأتي هنا بحثا عن طريق مجد نحو حل سلمي وودي عن طريق التفاوض للأزمة التي أمامنا اليوم، ولدرء العواقب الوخيمة التي قد تنتج حال لم نستطع التوصل إلى تسوية لهذه القضية. إن أملنا أن يدرك مجلس الأمن مدى خطورة الموقف وأن يطلع بمسؤوليته لصون السلم والأمن الدوليين، ونتطلع لأن يتخذ هذا المجلس الإجراءات اللازمة لضمان قيام الأطراف المعنية بالانخراط في مسار تفاوضي فعال يفضي إلى التوصل إلى اتفاق يخدم مصالحنا المشتركة.